دي أول محاضرة في كورس الخرسانة المسلحة بتاع سنة رابعة مدني. التوبيك اللي هنتكلم فيه خلال الأربع أو الخمس محاضرات الجايين هيبقى عن التانكات. أول محاضرتين هنتكلم عن ريكتانجلر تانكس، المحاضرة الثالثة هتبقى عن الأندر جراوند والتانكس الريستنج أون سويل، المحاضرة الرابعة هتبقى عن السيركلر تانكس، الخمسة هتبقى تقريبا في محاضرة خمسة هتبقى مراجعة للي قلناه قبل كده وهنحل فيها شوية امتحانات سابقة يعني. قبل ما نتكلم عن التنكات لازم نتكلم على الديزاين بتاع السكاشن في المنشآت المائية. الكونسيرن اللي بيبقى دايما عندنا لما بنصمم منشأ مائي ان احنا بنبقى خايفين ان يحصل شروخ ناحية المية، والشروخ دي تتسرب منها المية توصل لحديد التسليح، ده يؤدي إلى صدى حديد التسليح وتلف في المنشأ كله. عشان كده احنا الديزاين بتاع المنشآت المائية دايما بياخد في اعتباره الكراكنج ليميتس اللي نص عليها الكود. احنا بنصمم المنشأ بحيث الكراك ويدث نفسه ما يسمحش بدخول المية وصدى الحديد، وده الكونسيرن الأساسي بتاعنا في الديزاين بتاع المنشآت المائية. طيب الكود المصري قسم المنشآت عندي إلى أربعة كاتيجوريز. لما بنيجي نتكلم عن كراكنج ليميتس الكود راح مقسم المنشآت إلى أربعة كاتيجوريز. أول كاتيجوري فيهم اللي هو التنشن سايد بروتكتد. التنشن سايد بروتكتد يعني البندنج مومنت أو التنشن اللي بيحصل في الكاميرا أو في البلاطة أو في المنشأ نفسه أو في الإليمنت نفسه بيبقى محمي جوه المبنى، وبالتالي ما بيشوفش، مش متعرض للهواء الخارجي، مش متعرض للمطرة. فده اول كاتيجوري عندي. الكاتيجوري الثاني اللي هو التنشن سايد ان بروتكتد، دي زي بالظبط القمر الجانبي في اي مبنى، بيبقى دايما التنشن سايد بتاعه او الجزء اللي هو ناحيه البندنج مومنت متعرض للهواء، او اي منشا عندي خارجي يعني مظله اي حاجه عندي خارجيه بيبقى التنشن سايد فيها متعرض للهواء ومتعرض للمطر، بيبقى التنشن سايد ان بروتكتد. كاتيجوري ثلاثة اللي هو التنشن سايت سبجكتد تو دامجينج افكتس، يعني معناها دي زي التنكات متعرض لميه، يعني التنشن سايت فيها متعرض الى ميه. الكاتيجوري نمرة أربعة اللي هي التنشن سايت سبجكتد تو سيفير كونديشنز، ودي بتبقى زي المنشآت الصناعية اللي بيبقى فيها تنكات فيها حوامض، الحوامض دي بيبقى طبعا ليها تأثير عنيف على الخرسانة. احنا طبعا في الكورس بتاعنا هنركز على المنشآت المائية، مش هنتكلم في المنشآت الصناعية خالص، هنركز كل تركيزنا على المنشآت المائية، وبالتالي هيبقى عندي كل القطاعات بتاعتي يا اما هتبقى كاتيجوري 3 لو البندنج مومنت او التنشن ناحية المية، او كاتيجوري 2 لو البندنج مومنت هيبقى ناحية الهواء مش ناحية المية. طيب هنبتدي دلوقتي نشوف مع بعضينا ايه الخطوات اللي هنعملها لما نحب نصمم قطاع ووتر سايد سيكشن او البندنج مومنت ناحيه الميه. ايه الخطوات اللي هنعملها عشان نتاكد ان الشروخ مش هتسمح بمرور الميه وبالتالي مش هتؤدي الى صدف حديد التسليح. اول حاجه خالص احنا بنحسب، نعمل الدبث كالكوليشنز بالوركينج لودز، والخطوه اللي بعد كده بنستعمل، بنحول الوركينج لودز دي الى التيميت لودز وعشان نحسب بينها الحديد اللي احنا محتاجينه. طيب اول خطوه في الحساب بتاع الدبث كالكوليشن ان احنا بنعمل بنحسب اللي هي الكونكريت ستريسز تحت الوركينج لودز. الخطوه دي انا دايما بيبقى عندي ببتديها وانا عندي النورمال والمومنت اللي القطاع متعرض لهم تحت تاثير الوركينج لودز اللي عندي. اول خطوه بجيب اهي، بجيب الاستريسز نتيجه النورمال لود لوحدها، فبقسم النورمال بقسمه على مساحه القطاع اللي هي البي في التي. طيب النورمال انا فارض ان هو معطى في المساله بالكيلو نيوتن، فبضربه في 1000 عشان احوله الى نيوتن، والابعاد اللي هي البي في التي انا فارض انها هتبقى لازم بالملي، فهيبقى الوحدات بتاعه الاسترس نتيجه النورمال هتبقى بالنيوتن على المليمتر تربيع او الميجا باسكال. لو انا بصمم قطاع عرض متر، شريحه عرضها متر في حيطه او في بلاطه في خزان، فبالتالي العرض بتاع الشريحه اللي هو البي هيبقى متر او 1000 ملي، والتي اللي هو هيبقى سمك الشريحه دي قد ايه، اللي هو التي هتفضل زي ما هي. طيب لو احنا جينا عوضنا دلوقتي في المعادله دي هلاقي ان انا عندي الان
اللي هي النورمال لود مضروب في 1000 عشان احوله من كيلو نيوتن الى نيوتن، مقسوم على 1000 في تي، ال 1000 هتروح مع ال 1000، هيبقى على طول الاستريس نتيجه النورمال لود هيبقى ان على تي. بنفس الطريقه هاجي احسب الاستريس نتيجه المومنت، فهاجي اقول ان الاستريس نتيجه المومنت هيبقى ام على زد. طيب الزد اللي هي هتبقى بي تي تربيع على 6، فالستة اللي هي في الزد اللي تحت هتقوم طالعه، هيبقى المعادله تتحول تبقى 6 ام على بي تي تربيع. طيب انا برضو فارض ان انا المومنت انا احنا واخدينه او مدخلينه في المعادله دي بالكيلو نيوتن متر، وبالتالي بضرب في 10 اس 6 عشان احول الكيلو نيوتن متر الى نيوتن ملي متر. ونفس الكلام انا الابعاد البي والتي دول هدخلهم تحت بالملي. نفس الكلام برضو لو انا واخد شريحه عرضها متر في حيطه او في ارضيه في خزان، يبقى البي هتتحول المتر هيبقى عباره عن 1000 ملي. هلاقي ان ال 1000 اللي تحت هتطير مع 1000 من 10 اس 6، هيبقى المعادله هتبقى عباره عن 6 ام في 10 اس 3 على تي تربيع، ووحداتها هتبقى نيوتن على المليمتر تربيع، برضو ميجا باسكال. طيب يبقى انا كده حسبت من الخطوتين دول، حسبت الاسترس نتيجه النورمال لود، وحسبت الاسترس نتيجه البندنج مومنت. الخطوه اللي بعد كده ان انا باجي بجيب حاجه اسمها تي فيرشوال، دي خطوه موجوده في الكود. هنشوف لسه بعملها ليه، بس بحسب التي فيرشوال اللي هو بيبقى عباره عن الثيكنس اللي عندي مضروب في القوس اللي فيه واحد زائد الاسترس نتيجه النورمال على الاسترس نتيجه المومنت. الخطوة اللي بعد كده ان احنا بعد حساب التي في، ان احنا بنخش بالتي في الجدول اللي قدامنا ده، بنحسب منه الايتا اللي هي عبارة عن فاكتور اوف سيفتي بقسم الكراكنج سترينث عليها. الرقم الايتا لو ناخد بالنا ان هو فانكشن في السمك الفيرشوال ثيكنس، وكل ما بيزيد الفيرشوال ثيكنس اللي هي التي في بلاقي ان الايتا نفسها هي كمان بتزيد. بعد كده الخطوه اللي بعد كده ان انا بحسب الكراكنج سترينث من معادله الكود اللي هي الاف سي تي ار بتساوي 0.6 جذر اف سي يو، وبعمل بقى الشيك بتاعي عشان اتاكد ان السمك اللي انا فرضته او اللي انا مبتدي بيه سيف، ان انا بحسب بقى مجموع الستريس نتيجه النورمال ونتيجه البندنج مومنت، واتاكد ان هما مجموعهم هما الاثنين اقل من الاف سي تي ار على ايتا. لو الشرط ده تحقق يبقى الثيكنس اللي انا مبتدي بيها سيف. احنا اتكلمنا عليه لغايه دلوقتي هو حساب الثيكنس في الووتر سايد سيكشنز اللي هو ما يخليش الكراك ويت ناحيه الميه يسمح بمرور الميه ويعمل صدى في الحديد. طيب هل انا محتاج اعمل نفس الشاك ده في حاله الاير سايد سيكشنز؟ ممكن طبعا اضطر اعمل هذا الشاك في الاير سايد سيكشنز لو كان القطاع متعرض الى تنشن عالي، فبالتالي ممكن يبقى ناحيه الميه. هو صحيح ناحيه الميه انا عندي كومبريشن نتيجه المومنت، بس ممكن يبقى لو التنشن كبير قوي هو ده يتغلب على الكومبريشن اللي جاي من البندنج مومنت، ويبقى عندي برضو فيه تنشن. المحصله ان هي يبقى عندي فيه تنشن نتيجه مجموع الاسترسز بتاعه النورمال والمومنت. طيب اتاكد ازاي ان انا الاير سايد سيكشن ده مش محتاج ان انا اعمل له شك على الكراكنج؟ بعوض في المعادله اللي هي الاف سي تي اللي هي مجموع بقى الاسترس نتيجه النورمال والبندنج مومنت. طبعا هخلي بالي بقى من حاجه ان الاسترس نتيجه النورمال بما ان النورمال ده تنشن هتبقى بالبوزيتيف، الاسترس نتيجه المومنت بما ان ده اير سايد سيكشن هتبقى بالنيجاتيف. لو مجموعهم هو الاثنين اكبر من زيرو فلازم اتاكد ان التنشن اللي هينتج من مجموعهم الاثنين لازال اقل من الاف سي تي ار على ايتا. طيب انت انا اصلا محتاج اعمل شيك على الكراكنج في الاير سايد سيكشنز؟ طبعا اتفقنا لو محصله او مجموع الاسترس نتيجه النورمال والبندنج مومنت هيبقى بوزيتيف او اكبر من الزيرو، يبقى هنشيل بقى اللي هي الاسترس نتيجه النورمال واحط مكانه ان على بي في تي، واشيل الاسترس نتيجه البندنج مومنت واحط مكانه الام على الزد او اللي هي 6 ام على بي في تربيع. لو الكلام ده اكبر من زيرو يبقى معنى كده انا لازم الاير سايد سيكشن ده اعمل شيك على الكراكنج فيه. طيب لو جينا بصينا دلوقتي للمعادله اللي احنا كاتبينها دي، هلاقي ان انا اللي هينتج عنها ان الان ده هيحصل في حاله لو كانت الان اكبر من 6 ام على تي، يبقى احنا في نفس المعادله دي لو رحنا جايبين الان
ناحية ورحنا جايبين التي على 6 في الناحية التانية، الاقي ان انا الام على الان دي هي الاكسنتريستي، الناحية التانية هيبقى عندي تي على 6، يبقى لو الاكسنتريستي اقل من تي على 6 يبقى لازم ان انا اعمل شيك على الاير سايد سيكشن ده واتاكد ان هو ناحية المية مفيش كراكينج، وبالتالي عايز اتاكد ان مجموع الاستاسيس بتاعت النورمال والبندنج مومنت هما الاثنين اقل من الاف سي تي ار على 8. الخطوة اللي بعد كده ان انا ببدا في حساب حديد التسليح، وحساب حديد التسليح في اي قطاع خرساني انا دايما بعمله باستخدام الالتيميت ليميت ستيت. يعني معنى كده ان انا الوركينج لوز اللي استعملتها في حساب الدبث كالكوليشن بحولها الى ورك الى التيميت لودز باني بضربها تقريبا في 1.5، ودي اللي انا بستعملها في حساب الحديد. قبل ما بخش في الديزاين بتاع الكونكريت سيكشنز باستخدام الجداول اللي احنا كنا استعملناها سابقا في سنه ثالثه، في اختلافات ما بين الووتر سايد سيكشن والسكاشن اللي انا كنت بعملها قبل كده. اول اختلاف ان انا الافيلد بقللها باني بضربها في رقم اقل من 1 اللي هو البيتا كراكنج. يبقى قبل ما ببتدي انا بخش في الكود جدول 414 او 415 بحسب منه البيتا كراكنج اللي انا بضربها بعد كده في الاف فيلد فبتقل، لان البيتا كراكنج ده رقم اقل من 1. لما بحسب انا بيها بعد كده الحديد انا كده بالظبط كاني بزوده بصوره غير مباشره. طيب الجداول اللي هي 414 415 انا هبص الاقي انه قدام البيتا كراكنج في ماكسيمم دايمتر. يعني انا الحقيقه اللي انا بعمله ان انا ببتدي بالعكس، انا بقرر ايه هو الماكسيمم دايمتر اللي انا هستعمله في هذا القطاع، بمشي في الجدول بيجيب لي البيتا كراكنج المقابله ليه، ودي اللي بستعملها بعد كده في حساب الحديد بعد كده زي ما هنشوف في الامثله اللي هنحلها مع بعض بعد كده. عندي بعد كده جدول 4 13 ده انا بخش فيه عشان احسب المينيمم كفر اللي المفروض ما يقلش عنه. ده جدول 4 15 اللي احنا لسه متكلمين عنه. اول عمود انا مش هستعمله اللي هو بيجيب لي الوركينج ستريس بتاع الحديد، احنا طبعا بما ان احنا بنصمم بالالتيميت فده مش هنستعمل اول عمود. هبص للعمود اللي بعد كده ده كاتب لي الريدكشن فاكتور بيتا كراكنج، وعند العمود والعمود ده اصلا بينقسم تحتيه الى عمودين اللي هو لو كان الستيل حديد 36 او لو كان الستيل حديد 42 60، ومدي لك بيتا كراكنج في كل حاله من نوع الحديد اللي قدامنا. وبعدين قدامه كمان جايب لي فيه لارجست بار ديامتر ان 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 اللي هو الفاي ماكسيمم حسب لو كان كاتيجوري 1 كاتيجوري 2 او 3 او 4. طيب يبقى اللي انا هعمله دلوقتي عشان استعمل الجدول ده، انا هخش في كاتيجوري 3 اللي هو اخر عمود خالص، وهشوف بقى انا هقرر هستعمل دايمتر كام. هنقول هنستعمل الماكسيمم دايمتر وليكن فاي 12، هقوم ماشي في الصف بتاع الفاي 12 ده كده. لو انا مستعمل حديد، يعني انا دلوقتي لو الماكسيمم دايمتر فاي 12 في كاتيجوري 3، لو انا مستعمل حديد 40 60 هتبقى البيتا كراكنج 0.83، انما لو انا مستعمل حديد 36 52 هتبقى البيتا كراكنج 0.93. دي الطريقه اللي انا بستعملها دايما في حساب البيتا كراكنج، ان انا ببتدي دايما بفرضيه الماكسيمم فاي اللي هستعملها اكبر قطر للسيخ، وبمشي افقي على حسب نوع الحديد اللي انا هستعمله، هل هو 40 60 ولا 36 52، وبيظهر لي على طول البيتا كراكنج اللي انا بعد كده هضربها في الاف ييلد واستعملها في حساب الاريا بتاعت الحديد. ده جدول 4 13 اللي بيجيب لي المينيمم كفر اللي المفروض احققه في اي قطاع في منشأ مائي. فلو بصينا في الجدول ده كويس هلاقي ان المينيمم كفر دايما بتبقى فانكشن في حاجتين، هل القطاع اللي بتكلم عليه ده بلاطه او حيطه او حاجه تانية، ممكن تبقى كاميرا تبقى عمود تبقى اي حاجه، ومقاومه الخرسانه هل هي اقل من 250 ولا اكتر من 250. طبعا لو الخرسانه جيده مقاومتها عاليه ده الكود بيسمح لي ان انا اقدر اقلل الكفر. وهنلاقي برضو ان طبقا للعمود الاولاني اللي هو عنوانه الكاتيجوري، ان كل لما الكاتيجوري تزيد الكفر كمان هو كمان بيزيد. احنا شفنا لغايه دلوقتي ان في الـ depth calculation انا ببتدي بثيكنس، وبعدين بعمل شك عليه بجيب الستريسز فيه نتيجه النورمال والمومنت، وبعمل شك عليه ان هو
الستريسز التنشن الكلي نتيجه المومنت النورمال فورس اقل من اف سي تي ار على 8. طيب لو كان الكلام ده مش متحقق فببتدي اكبر الثيكنس لحد اما يتحقق معايا. طب ما انا افضل لي ان انا ابتدي من قطاع يبقى بقدر الامكان قريب من الفاينل ريزلت بتاعي، يعني لو انا اقدر اعمل طريقه اجيب بيها ابروكسيمت ديبث استيميت استعمله في الحسابات بتاعتي، يبقى على الاقل لو في تعديل في القطاع اللي انا هفرضه ده يبقى تعديل بسيط، يبقى انا كده قربت من الفاينل ريزلت باني ببتدي بابروكسيمت ديبث استيميت قريب من الفاينل ريزلت. عايزين طريقه بقى تحقق القصه دي، فده اللي احنا دلوقتي هنحاول نعمله. هبتدي بان انا هفرض قيمه لمقاومه الخرسانه، و25 ميجا باسكال ده الرقم الاكثر استخداما الاكثر شيوعا في الاستخدام للخرسانه. ممكن طبعا هتلاقي خرسانات اكتر من كده بكتير، يعني ممكن توصل 35 45 على حسب، بس هو ال 25 ميجا باسكال ده الرقم الاكثر استخداما في اغلب المشاريع في مصر. طيب هنجيب من الكلام ده من ال 25 هنجيب الاف سي تي ار باني بعوض في معادله الخوض، فهتبقى الاف سي تي ار بتبقى 0.6 جذر اف سي يو، يعني 0.6 في جذر 25 يعني 0.6 في 5 تطلع 3 ميجا باسكال او 3 نيوتن على المليمتر تربيع. الاكسيال لو انا فارض بقى عندي دلوقتي قطاع عليه اكسيال تنشن فقط، فهاجي اعوض هجيب التي فيرتشوال، التي فيرتشوال بتساوي التي مضروبه في 1 زائد الاستريس نتيجه النورمال على الاستريس نتيجه المومنت. لو انا فرض ان عليه اكسل تنشن بس، يعني معنى كده الاستريس نتيجه المومنت بزيرو، فهقسم الاستريس نتيجه النورمال على زيرو هيطلع لي ما لا نهايه، يبقى معنى الكلام ده ان التي فيرتشوال هتطلع ما لا نهايه. يبقى انا على طول كده مبدئيا هقوم مستعمل الايتا اللي هي اكبر ايتا عندي في الجدول. هاجي بعد كده بقى هعوض بقى في المعادله اللي هي هجيب الاستريس نتيجه النورمال والاستريس نتيجه المومنت هقارنهم بالاف سي تي ار على ايتا. الاستريس نتيجه المومنت احنا قلنا بزيرو، يبقى الاستريس ما فيش عندي غير الاستريس نتيجه النورمال اللي هو احنا كنا اثبتنا قبل كده ان هو عباره عن الان مقسوم على تي، يبقى الان على تي هقول انها بتساوي الاف سي تي ار على ايتا. يبقى من الاخر كده التي لازم بتساوي النورمال مضروب في ايتا على 3 اللي هي تقريبا هتبقى في حدود 0.5 في النورمال. يبقى ده دلوقتي الابروكسيمت ديبث استيميت لو القطاع متعرض الى بيور تنشن. طيب لو كان القطاع متعرض الى بيور بندنج مومنت، هعيد نفس الخطوات اللي عملتها قبل كده. هاجي اقول ان تي فيرشل هتساوي تي مضروبه في 1 زائد الاستريس نتيجه النورمال على الاستريس نتيجه المومنت. احنا دلوقتي متفقين ان هو بيور مومنت، يبقى الاستريس نتيجه النورمال بزيرو. يبقى اذا التي فيرشوال هتساوي التي مضروبه في 1 زائد 0 على الاستريس نتيجه المومنت، يعني هيبقى بتساوي التي، التي فيرشوال هتساوي التي. هبص كده في الجدول هلاقي ان في الايتا هتبقى في المتوسط كده هتبقى في حدود، مش هي اعلى واحده، هناخد اللي هي يعني اللي هي ما بين بوينت من بين 0.4 ل 0.6 اللي هي تقريبا هتبقى في حدود ال 1.35. يبقى انا بالطريقه دي كده اقدر اقول ان الاستريس نتيجه المومنت والنورمال، بما ان انا عارف ان مفيش عندي نورمال يبقى مفيش عندي الاستريس الفاينل، يبقى نتيجه المومنت بس اللي هو هيبقى 6 ام على تي تربيع في 10 اس 3. الكلام ده هسويه في اف سي تي ار على ايتا اللي هي هتبقى الاف سي تي ار اللي هي هتبقى 3 مقسوم على ايتا. طيب انا من المعادله دي عايز اجيب استيميت للتي، فهودي التي في ناحيه او التي تربيع في ناحيه واجيب الثلاثة على ايتا في الناحية التانية واخد جذر التربيعي بتاع المحصلة اللي هتطلع لي، فهلاقي ان في الطريقة دي ان التي هتطلع بتساوي الجذر التربيعي بتاع ايتا على ثلاثة، الكلام ده مضروب في ستة في ام في عشرة اس ثلاثة، كل ده تحت الجذر، اللي هي تبقى في الحالة دي بتساوي الجذر التربيعي بتاع ام على ثلاثة ونص في عشرة اس اربعة بالمليمتر. نخلي بالنا برضو من حاجه مهمه قوي، ان انا عندي دايما التنشن بيبقى بكيلو نيوتن لما بعوض عنه في المعادلات دي، البندنج بيبقى بكيلو نيوتن متر، والثيكنس لما بيطلع لي من المعادلات دي بيبقى دايما بالمليمتر. الحالتين اللي فاضيين عندي عشان احسب لهم ديبث استيميت برضو اللي هي في حاله الاكسنتريك تنشن والاكسنتريك كومبريشن.
الاكسنتريك تنشن هو نفس، باخد نفس المعادله اللي انا استعمل، نفس اللي طلعت لي من البيور مومنت، بس التنشن انا بتوقع ان هو هيزود لي الثيكنس، فباخد نفس المعادله بتاعه البيور مومنت واقوم مزود عليها 3 سم او 30 مللي. في حاله الكمبريشن انا بتوقع ان الكمبريشن هيقلل لي الثيكنس، فباخد برضو نفس معادله البيور بندنج وبطرح منها 3 سم اللي هي 30 مللي. هنبتدي بحل اول اكزامبل اللي هو هيبين لنا ازاي ممكن نصمم قطاع ووتر سايد سيكشن متعرض لوركينج بندنج مومنت عباره عن 23.3 كيلو نيوتن متر، ونورمال عباره عن وركينج نورمال برضو 37 كيلو نيوتن. القيمتين دول اللي انا هستعملهم طبعا في الدبت كالكوليشن، الالتيميت مومنت والالتيميت نورمال اللي هستعملهم في حساب الحديد هو عباره عن الوركينج لودز مضروبه في 1.5، فلو ضربت 23.3 في 1.5 هتجيب 35، ولو ضربت 37 في 1.5 هتجيب 55.5. اول حاجه هعملها ان انا هستعمل المعدات بتاعت الابروكسيمت دبت كالكوليشن عشان اجيب ابروكسيمت استيميت للثيكنس، فهاجي اقول ان الثيكنس بتساوي الجذر التربيعي بتاع المومنت، الوركينج مومنت على 3.5 في 10 اس 4، والقطاع ده متعرض لاكسنتريك تنشن، فهزود 3 سم اللي هي 30 مللي. لو جينا عوضنا تحت الجذر هلاقي ان انا في عندي 23.3 على 3.5 تحت الجذر في 10 اس 4 زائد 30 مللي، هيطلع لي الابروكسيمت ثيكنس 28 0.8 سم او 288 مللي. تقريبا انا هقرب الكلام ده لحوالي 30 سم او 300 مللي. يبقى ده كده الثيكنس المبدئي. هنبتدي بقى نعمل شك ونشوف اذا كان الثيكنس المبدئي ده سيف ولا لا. فبجيب الاسترس نتيجة المومنت والاسترس نتيجة النورمال. فالاسترس نتيجة المومنت هيبقى عبارة عن 6 في الام في 10 اس 3 على التي تربيع على 300 تربيع، هيطلع لي 1.553. والستريس نتيجه النورمال عباره عن 37 على التي اللي هي 37 على 300، يطلع لي 0.132. الخطوه اللي بعد كده هجيب التي فيرشوال اللي هي بتساوي التي مضروبه في القوس بتاع 1 زائد الستريس نتيجه النورمال على الستريس نتيجه المومنت. هلاقي ان لو عوضت هيطلع لي ان التي فيرشوال بتساوي 300 24.8. لو دخلنا في الجدول دي القيمه دي واقعه ما بين التي ب 400 والتي ب 600، هلاقي ان الايتا هتبقى في الحاله دي ب 1.3. بعد ما حسبنا الايتا هنحسب الاف سي تي ار اللي هي هتبقى 0.6 جذر اف سي يو، هتطلع ب 3 ميجا باسكال. يبقى انا دلوقتي عشان القطاع ده يبقى سيف لازم الاستريس نتيجه النورمال زائد الاستريس نتيجه المومنت يبقى اقل من اف سي تي ار على ايتا. لو جينا عوضنا هيبقى الاستريس الكلي اللي هو 0.123 زائد 1.553، ده بيساوي 1.68، ده فعلا اقل من الاف سي تي ار على ايتا اللي هي قيمتها 2.31. يبقى اذا القطاع اللي هو 300 مللي ده سيف تحت تاثير المومنت والنورمال المعطيين في المساله. بعد ما جبنا خلاص او الثيكنس، او بعد ما تاكدنا ان الثيكنس سيف، هنبتدي نحسب حديد التسليح باستخدام الالتيميت لودز. طيب ده قطاع بقى هو زي ما اتفقنا ده عباره هعمله معامله قطاع اكسنتريك سيكشن زي اللي احنا كنا بنحلها في سنه ثالثه في الفريمات، لكن الاختلاف الاساسي زي ما اتفقنا هو في حساب البيتا كراك. يبقى انا دلوقتي اول خطوه ان انا بحسب الاكسنتريستي اللي هي الام التيميت على الان التيميت، وبجيب الاي اس وبجيب الام يو اس، ومنها بحسب قيمه الاوميجا قد ايه اللي هي بتطلع في المساله دي 0.01. بعد كده انا عايز اجيب البيتا كراكنج زي ما اتفقنا، فاول خطوه بعملها ان انا بفرض ماكسيمم فاي، الفاي ماكسيمم اللي انا هستعملها في هذا القطاع لن تتعدى ال 12 مللي. لو انا فارض الفاي ماكسيمم ب 12 مللي ودخلنا في الجدول بتاع البيتا كراكنج اللي في الكود، هبص الاقي ان البيتا كراكنج هتطلع 0.93. يبقى انا خلاص هعوض في المعادله بتاعه الار اوميجا كيرف. كل اللي هعمله بس ان انا هستبدل الاف فيلد ببيتا كراكنج في اف فيلد، وهعوض بالاوميجا اللي انا لسه حاسبها في الخطوه اللي فاتت. هيطلع لك ان الاريا ستيل لو عملت كده هتبقى انت محتاج 300
92 ملم تربيع اللي هو محتاج 5 فائض 12. قبل ما نخش في الديزاين بتاع التانكات محتاجين برضو ان احنا نشرح ايه هو الديب بيمز، ازاي بتصمم الديب بيمز. دي من ضمن المواضيع اللي هنحتاجها في حل التانكات، لسبب ان اغلب الحوائط في التانكات بالذات الاليفيتد تانكس بتشتغل كما لو كانت ديب بيمز شايله الارضيه بتاعت التانك. فعشان كده احنا محتاجين نفهم ازاي ممكن نصمم اي كاميرا او هتبقى حيطه في الحاله دي على انها ديب بيم. الديب بيمز بتنقسم الى نوعين، ممكن تبقى سيمبل وممكن تبقى كونتينوس. في ليميتس معينه هي اللي بتخليني احدد ان الكاميرا دي ديب بيم. فانا اللي انا بعمله قبل ما ابتدي عشان اشوف اذا كانت الكاميرا دي ديب بيم ولا شالو بيم، ان انا بجيب الال افكتيف مقسوم على الدبث. والال افكتيف هو السمولر ما بين حاجتين، ما بين المسافه من السنتر لاين للسنتر لاين للكاميرا، و1.05 الال كتير، دي الال افكتيف. بقسم الال افكتيف على الدبث، والله لو كانت اقل من 1.25 في حاله السيمبلي سبورتد بيمز يبقى دي على طول ديب بيم، او لو كانت اقل من 2.5 في حاله الكونتينوس بيم برضو دي بعتبرها ديب بيم. الديزاين بتاع الديب بيمز اسهل من الكاميرات الشالو كمان. كل اللي بنعمله ان احنا بنجيب المومنت الالتيميت اللي عندي بقسمه على دراع العزم اللي هو واي سي تي، والكود جه حدد لي قيم معينه للواي سي تي بقدر اجيبها طبقا اذا كانت الكاميرا دي سيمبلي سبورتد او كونتينوس. فهنبتدي الاول لو كانت الكاميرا دي سيمبلي سبورتد، فبحسب قيمتين للواي سي تي وباخد الصغيره اللي فيهم. اول قيمه فيهم اللي هي 0.87 الدف، وتاني قيمه فيهم اللي هي 0.86 ال effective. باخد الاصغر في الاثنين دول بتبقى هي دي الواي سي تي، وبقسم الام التيميت على الواي سي تي بيجيب لي التنشن، بقسم بعد كده التنشن على اف يلد على جاما اس بيجيب لي الحديد. يبقى ده كده الحل اللي بعمله في حاله السيمبل بيمز. طيب في حاله الكونتينوس بيمز الكود جه قال لك برده في قيمتين للواي سي تي، قيمه بتبقى في المنتصف وقيمه عند السبورتس. القيمه اللي باخدها للواي سي تي في المنتصف برده الاصغر من القيمتين دول، يا اما 0.87 الدبث يا 0.43 الال افكت، دي القيمه اللي باخدها في الميد سبان. باخد الاصغر في الاثنين دول وبتبقى هي دي الواي سي تي بتاعت السكشن اللي في الميد سبان. عند السبورتات الواي سي تي بتبقى القيمه برضو الاصغر من القيمتين اللي هقولهم دلوقتي اللي هي 0.87 الدبث او 0.37 الال افكت. ونفس الكلام اللي قلناه في حاله السيمبل بي بنقوله برضو في حاله الكونتينوس، ان انا مجرد ما جبت الواي سي تي بجيب الام التيميت اقسمها على الواي سي تي، انا كده جبت التنشن، بقسم التنشن على اف يلد على جاما اس، انا كده جبت الحديد اللي انا محتاجه. ده شكل الحديد في حاله السيمبل ديب بيم. الحديد بيبقى ستريت كله وبيبقى بيمتد من في اسفل الكاميرا على ارتفاع عباره عن 0.15 ل 0.3 اتش. ده شكل الحديد بتاع برضو الكاميرا السيمبل ديب بيم، هو مرسوم بصورة أفضل شوية. هلاقي الحديد رقم 1 و2 هم ده الحديد اللي هو اللي موجود سفلي بيمتد على مسافة من 0.15 ل 0.3 اتش، والحديد نمرة 3 ده اللي هو 3 ده اللي هو بيبقى حديد أفقي كأنه شرينكج بارز. الحديد نمرة 4 ده بيبقى عبارة عن زي كانت يو كده بتبقى موجودة في الكاميرا، والحديد نمرة 5 ده اللي هي بتبقى فعلا كانت مقفولة موجودة في الكاميرا. دي بتعمل حاجتين، انها بتنقل اللود بتاع البوتوم لودد ديب بيمز بتخليه ينتقل الى كل ارتفاع الكاميرا، كامل ارتفاع الكاميرا، دي نمرة 1. والحاجة التانية انها برضو بتستخدم في مقاومة الشير. ده شكل الديتيلينج في حالة الكونتينيوس ديب بيم. الحديد اللي هو البوزيتيف ده بيمتد بيبقى سفلي، بيمتد برضو تحت في الكاميرا زي بالظبط الحديد السفلي اللي كان في حالة السيمبل ديب بيم. الحديد بقى اللي مختلف شوية اللي هو الحديد اللي بتاع النيجاتيف رينفورسمنت. الحديد بتاع النيجاتيف رينفورسمنت انا حاسبه عند السبورت، فده بقسمه الى جزئين الى نصين. نص منهم بيبقى ماشي
ممتد او مستمر على ارتفاع من بوينت اتش لبوينت 8 ال ايهما اصغر، ده بيبقى ممتد على كامل اسبانات الكمر. ولو عايز اوصله بوصله عند المنتصف بتاع الكمر، ما بوصلوش عند السبورتات لان هي دي الحته اللي فيها الماكسيمم نيجاتيف. النص الثاني بتاع الحديد ده كده اتفقنا اللي هيمشي مستمر ده نص الحديد النيجاتيف. طب النص الثاني فده بيبقى موجود عند السبورت، بيمتد الى مسافه من بوينت 3 ال شمال للبوينت 3 ال يمين السبورت، وبينزل من المسافه دي، هو بيبتدي دلوقتي من عند الحديد المستمر وبينزل لغايه نص الارتفاع بتاع الحديد المستمر. فاذا لو احنا قلنا الحديد المستمر اللي هو النيجاتيف بيبقى على ارتفاع من بوينت 8 ل اتش البوينت او بوينت 8 ال ايهما اصغر، الامتداد بتاع النص الثاني ده بيبقى برضه من بوينت 4 اتش البوينت 4 ال ايهما اصغر. ده شكل حديد الكونتينوس دي بيم وهو مرسوم بصوره افضل. زي ما قلنا قبل كده في السلايد اللي فاتت، انا عندي الحديد اللي هو محسوب عند الميد سبان بيمشي تحت مستمر، وده اللي انا معبر عنه بالحديد رقم واحد. الحديد رقم اتنين ده اللي هو بيبقى برضو حديد افقي بس بيبقى بيحل محل الشرينكش بارز، وبرضو هنتكلم برضو عن حديد النيجاتيف اللي هو عند السبورت زي ما اتفقنا، نصه بيمشي مستمر على ارتفاع من بوينت 8 لبوينت 8 اتش لبوينت 8 ال، والنص الثاني بيمتد شمال ويمين السبورت مسافة بوينت 3 ال شمال وبوينت 3 ال يمين، وبيمتد نص الارتفاع بتاع الحديد العلوي المستمر. التنكات الخرسانية احنا ممكن نصنفها طبقا لكذا كريتيريا. فأول حاجة احنا ممكن نصنف التنكات طبقا لمكانها، هل هي فوق الأرض ولا واقفة على الأرض ولا تحت الأرض، يعني elevated ولا resting on soil ولا underground. ده أول تصنيف ممكن نصنفها طبقا لشكلها، هل هي ريكتانجلر او سيركلر. احنا في الكورس بتاعنا احنا هنتكلم على الاليفيتد اللي في المحاضره دي والمحاضره اللي جايه، المحاضره الثالثه هنتكلم على الريستنج اون سويل والاندر جراوند، والمحاضره الاخيره هنتكلم على السيركلر تانكس. يبقى زي ما اتفقنا احنا المحاضره دي والمحاضره الجايه احنا هنركز فيهم على الريكتانجلر تانكس اليفيتد تانكس. الحيطان بتاعت الريكتانجلر تانكس ممكن ان احنا نبص لها زي ما كنا بنبص قبل كده للبلاطات، يعني ممكن تبقى الحيطه وان واي او ممكن تبقى تو واي. طيب الحيطه الوان واي ممكن يبقى الاتجاه القصير هو الارتفاع، في الحاله دي بسميها شالو تانك، وممكن تبقى المسافه القصيره هي العرض بتاع الحيطه، ودي بتسميها في الحاله دي ديب تانك. لكن لو الحيطه كانت متصنفه على انها تو واي سلاب، يعني بمعنى اخر ان الاتش على ال اقل من الاثنين والال على الاتش برضو اقل من الاثنين، يعني معناها انها تو واي، ففي الحاله دي انا بسمي الحيطه دي ميديوم تانك. طيب الواضح دلوقتي ان الشالو تانك والديب تانك والميديوم تانك ده مش تصنيف للخزان بس ككل، ده تصنيف لحيطه واحده في الخزان. الثلاث تانكات اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، اول واحد اللي هو على الشمال ده شالو تانك اللي هو الارتفاع هو الطول القصير في الحيطان كلها، التانك اللي في النص ده ديب تانك اللي هو القصير الضلع القصير هو العرض بتاع الحيطه، والتانك اللي على اليمين اقصى اليمين ده اللي هو ميديوم تانك، يعني الحيطان كلها عباره عن تو واي سلابس. زي ما قلنا قبل كده ان التصنيف بتاع الشالو والديب والميديوم ده بيريفير لحيطه واحده مش للخزان ككل، يعني معنى الكلام ده ان انا ممكن في خزان واحد الاقي حيطه شالو جنبها حيطه ميديوم، او الاقي حيطه ميديوم جنبها حيطه ديب. مفيش ما يمنع ان يبقى عندي انواع مختلفه من الحيطان كلهم متواجدين في نفس الخزان. هنبتدي نشوف دلوقتي ازاي ابتدي ممكن اعمل اناليسيس للخزان. الخزان اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا ده عبارة عن اكيدكت، فمعنى كده ان الحيطان دي كلها هتبقى عبارة عن شالو تانك، هتبقى عبارة عن حيطان شالو كلها، الاتجاه القصير بتاعها هو الارتفاع، والارضية برضو هتشتغل معايا
ممكن كمان كنهوة وسلاب. ايه الاحمال اللي عندي؟ تعالى كده نبص، عندي على الارضيه في عندي حملين، عندي وزن الارضيه نفسه ووزن المايه اللي على الارضيه. يبقى اذا الحمل اللي عندي على الارضيه اللي هو W2 اللي هو عباره عن التي فلور في جاما كونكريت، وزن الارضيه زائد الجاما ووتر في اتش، ده ارتفاع المايه اللي فوق الارضيه. ده اللود اللي موجود على الارضيه اللي هو W2. طب ايه الحمل اللي موجود على الحيطان؟ هو عباره عن الهيدروستاتيك بريشر بتاع المايه اللي هو جاما ووتر في اتش. يبقى انا دلوقتي لما اجي ارسم الشكل اللي على اليمين ده، ابص الاقي فيه عندي ارضيه طولها ال وحيطه ارتفاعها اتش، الحيطه عليها لود مثلث والارضيه عليها لود يونيفورم. الحقيقه الاناليسيس بتاع الخزان ده في منتهى السهوله لانه ستاتيكلي ديترمنت، يعني تقدر تعتبره كما لو كان سيمبل بيم دبل كانتيفر، عليه دبل كانتيفر. الحل بتاعه ان انا ببتدي اشوف الكانتيفر ده بيديني مومنت قد ايه، وبعكس المومنت ده على الارضيه. فلو جبنا الكانتيفر اللي هي الحيطان في الحاله دي، هبص الاقي عليها لود مثلث. قيمه اللود دون هو عباره عن مساحه المثلث اللي هو W، لو خدنا شريحه 1 متر هيبقى اللود بتاع المثلث عباره عن W 1 في H على 2. ده اللود بتاع المثلث، ده هيديني مومنت عباره عن اللود في ارتفاعه، الارتفاع بتاع اللود ده هيبقى اتش على 3، يبقى اذا ده هيولد لي مومنت عباره عن دبليو 1 في اتش على 2، الكلام ده مضروب في اتش على 3 يطلع لي دبليو 1 في اتش تربيع على 6. هعكس بعد كده المومنت ده على الارضيه، ويبقى معنى كده عند كل نهايه من نهايات الارضيه عليها مومنت عباره عن W1 اتش تربيع على 6. هيتعلق منه السمبل بيم مومنت اللي هو W2 في ال تربيع على 8. بكده يبقى احنا حسبنا البندنج مومنت اللي موجود على الارضيه والحيطان بتاعه الخزان. عايزين بقى نحسب النورمال اللي موجود عند كل قطاع، لان كل القطاعات دي هتبقى متصممه على انها اكسنتريك سيكشن. هنبص على الارضيه الاول، هلاقي ان هي الارضيه دي ماسكه الحطين اللي الهيدروستاتيك بريشر عايزهم يبعدوا عن بعض. يبقى اذا الارضيه دي عشان تبقى ماسكه الحطين مش متخليهم يبعدوا عن بعض، لازم تكون متعرضه الى تنشن. مقدار التنشن من الاتزان لازم يبقى هو الفورس بتاعه الهيدروستاتيك بريشر. يعني لو انا جبت الفورس بتاعه الهيدروستاتيك بريشر اللي هي هتبقى دبليو 1 في اتش على 2، دي لازم تبقى هي التنشن اللي موجود على الارضيه. طيب الارض الفورس بقى اللي موجود على الحيطان عباره عن ايه؟ بنفس المنطق انا اقدر اعتبر في الاليفيتد تانك ان الارضيه دي متعلقه من الحيطان. الحيطان عباره عن كاميرا ممتده ما بين الاعمده اللي شايل الاكيدكت، والارضيه متعلقه من الحيطان دي. يبقى اذا انا عارف كويس قوي ان تحت عند اتصال الحيطه بالارضيه، الحيطه هتبقى عليها تنشن عبارة عن الرياكشن بتاع الأرضية. رياكشن الأرضية لما نيجي نبص للشكل بتاع، هو عبارة عن كاميرا عليها يونيفورم لود، الرياكشن بتاعها هيبقى W2 اللي هو اللود اللي موجود على الأرضية في L على 2، ده هينعكس هيبقى عبارة عن تنشن في الحيطة عند اتصال الحيطة بالأرضية. طيب عند نهاية الحيطة من فوق، عند نهاية الحيطة من فوق، لو خدنا كده شريحة أو قطعنا قبل نهاية الحيطة مثلا بحاجة بتاعت مثلا سنتي ولا حاجة، هبص ألاقي من الاتزان أنا عارف لو أنا فرضت إن اللود اللي هو التنشن ده ماشي مستمر، يبقى لازم عند نهاية الحيطة من فوق ألاقي حاجة بتشد الحيطة عشان يبقى عندي في اتزان. لو خدت شريحة في الحيطة في آخر 5 سنتي قطعتهم، لازم الاقي ان الفورس اللي بتشد السكشن ده فوقيه هي نفسها الفورس اللي بتشده من تحت. بما ان مفيش حاجه بتشد الحيطه من فوق، يبقى لازم انا متاكد ان الاذن لازم يبقى التنشن اللي في الحيطه في نهايتها من فوق لازم يكون بيساوي زيرو. وبالتالي انا عارف، انا هفترض يعني، ودي طبعا حاجه تقريبيه بس هي كونسرفاتيف، ان انا هفترض ان انا التنشن اللي موجود على الحيطة عبارة عن لود مثلث من تحت، يبقى عبارة عن W1 W2 في L على 2، ومن فوق بيبقى زيرو. الأكيدكت اللي احنا اتكلمنا عنه في السلايد اللي فاتت واللي قبلها دي، كانت الحيطان بتاعته كانت كانتليفر وولز.
يفضل دايما ان انا الكانتليفر وولز ما اخليش ارتفاعها يزيد عن 3 متر، لان اكتر من كده ببص الاقي المومنت اللي عليها اللي بينتج من الميه بيزيد قوي وبيبقى حلها مش اقتصادي. بلاقي ان الثيكنس بتاعها بيبقى محتاج ثيكنس عالي عشان اقاوم الكراكنج، التسليح بتاعها بيزيد بالتالي. فاكتر من 3 متر دايما، يعني من فوق ال 3 متر بفضل دايما ان انا الحيطه اخلي لها سبورت من فوق عن طريق ان انا بحط كاميرا، او ان انا بخليها فيكسد في بلاطه علويه في نهايه التانك اللي بتبقى الكفر بتاع التانك. الاكيدكت اللي احنا شايفينه دلوقتي ده احنا حاطين كاميرا علويه في نهايته من فوق. في مشكله طبعا في الكاميرا دي، ان انا لو الكاميرا دي سبتها بكامل طول التانك او اللي هو الاكيدكت اللي هي بتبقى في حدود مثلا 30 40 متر، هبص الاقي الطول بتاعها هيخلي الاستيفنس بتاعتها ضعيفه جدا ومش هتبقى سبورت للحيطه في باي حال من الاحوال يعني. فبنتغلب احنا على الموضوع ده ان انا بعمل لها انترميديت سبورتس. الانترميديت سبورتس دي بتبقى عباره عن تايز بتربط جنبين التانك مع بعضهم، يعني تربط الكاميرا اللي في الجنب اليمين بالكاميرا اللي في الجنب الشمال. وبالتالي الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه اللي في الاكيدكت في الحاله اللي احنا شايفينها دلوقتي بتبقى الكاميرا او الحيطه بتبقى فيكسد في الارضيه سيمبلي سبورتد مع الكاميرا العلويه. واضح طبعا ان التانك اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اصبح statically indeterminate، خلاف التانك اللي هو كانت الحيطان فيه كانت ليفر وولز اللي كان statically determined، ده statically indeterminate. احنا في التانكات في الترم ده كل شغلنا هيبقى اي حاجه statically indeterminate عايز احلها بحلها بالمومنت ديستريبيوشن، استخدام الثري مومنت ايكويشن اللي كان بيستخدم قبل كده، وان كان هي كطريقه كستراكشر سليمه 100% ما نقدرش نطلع فيها مشكله، لكن انا عايز الحل بتاعكم كلكم يبقى ماشيين كلنا بطريقه واحده بطريقه موحده اللي هي باستخدام المومنت ديستريبيوشن. قبل ما نبدا في خطوات حل التانك انا عايز افكركم بطريقه المومنت ديستريبيوشن اللي هي انتوا خدتوها السنه اللي فاتت في الاستراكشر، لكن انا برضو عايز ان انا اذكركم بيها ونعمل استريس على بعض الحاجات اللي قد تسهل برضو في الحل. اول حاجه، اول خطوه انا بعملها في طريقه حل المومنت ديستريبيوشن ان انا بحسب الاستيفنس بتاعه الممبر اللي عندي اللي هي الكاميرا او الشريحه اللي انا هحلها في التانك. الاستيفنس دايما بتبقى لو كانت الشريحه دي انا معتبرها فيكسد من ناحيتين فبتبقى الاستيفنس بتبقى الكي بتبقى اي على الاقل، وفي الحاله دي لو هعمل مومنت ديستريبيوشن بودي كاري اوفر دايما من الناحيه الشمال بنص، من الشمال لليمين او من اليمين للشمال بنص على طول. لو الكاميرا او الشريحه اللي بتكلم عليها كانت فيكسد من ناحيه وسيمبلي سبورتد من الناحيه الثانيه فبيبقى بتبقى الاستيفنس بتاعتها 3 ارباع اي على الاقل 0.75 اي على الاقل، ومفيش كاري اوفر بيروح من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. لو انا عندي الكاميرا دي واقع على محور تماثل للمنشأ كله فانا من حقي ان انا استغل محور التماثل ده واحل نص الشكل بس في الحاله دي هاخد الاستيفنس بتاعت الكاميرا اللي على محور التماثل هاخدها بنص اي على الاقل، وبما ان انا هحل نص الشكل بس فبرضه ما عنديش كاري اوفر هيروح من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. الحاجه الثانيه اللي انا لازم برضو اكون عارفها قبل ما ابتدي احل اي حاجه بالمومنت ديستريبيوشن اللي هي الفيكسد اند مومنتس. طيب الفيكسد اند مومنت طبعا احنا كلنا عارفين لو انا عندي كاميرا عليها يونيفورم لود وفيكسد من ناحيتين بيبقى الفيكسد اند مومنت دبليو ال سكوير على ال 12. لو انا عندي بقى كاميرا فيكسد من ناحيه وسيمبلي سبورتد من الناحيه الثانيه وعليها لود مثلث زي الحيطه فبيبقى الفيكسد اند مومنت ناحيه الجزء الكبير من المثلث هيبقى دبليو ال سكوير على 15، او الال عندي هو الارتفاع بتاع الحيطه اللي هو اتش يعني دبليو اتش سكوير على 15، وناحيه الهنج طبعا ما فيش عندي اي مومنت هيتولد. طريقه الحل بقى دلوقتي انا حسبت الاستيفنس، حسب ان الاستيفنس دي حسبت الديستريبيوشن فاكتورز في البلاطه والحيطه وحسبت الفيكس المومنت اللي ناتج من اللود المثلث على الحيطه واللي ناتج من اليونيفورم لود اللي على الارضيه. هلاقي عند اتصال الحيطه بالارضيه الفيكس المومنت اللي في الحيطه ما بيساويش الفيكس المومنت اللي في الارضيه، فهضطر اعمل في هذه الحاله سايكل من الديستريبيوشن. طريقه عمل الديستريبيوشن بتبقى كالاتي: الاول نتفق على الاتجاه بتاع البوزيتيف مومنت. الاتجاه بتاع البوزيتيف مومنت اللي احنا نتفق عليه دلوقتي هو
اللي هو عكس عقرب الساعة ده بوزيتيف مومنت، في اتجاه عقرب الساعة ده نيجاتيف مومنت. عشان يبقى عندي اتزان عند اي جوينت لازم الاقي المومنت اللي على ناحية من على الممبر الشمال مثلا هيبقى بإشارة ناقص، واللي على الممبر اليمين هيبقى بإشارة زائد، لكن هما الاثنين ليهم نفس القيمة، وبالتالي ده كده في الحالة دي بعتبر ان عندي في اتزان. طبعا نظرا لان الفيكس المومنت على الحيطه ما بيساويش اللي موجود على الارضيه، فهي دي بتبقى البدايه بتاعتي في الديستريبيوشن. انا باخد مجموعهم هما الاثنين باشارتهم، هيتبقى عندي unbalanced مومنت. الانبالانسد مومنت ده بضربه في اشاره ناقص، واقوم ضربه في الديستريبيوشن فاكتور بتاع الحيطه وضايفه على الفيكس المومنت بتاع الحيطه، واقوم ضربه برضه في الديستريبيوشن فاكتور بتاع الارضيه وضايفه على الفيكس المومنت بتاع الارضيه. وفي الحاله دي المومنت النهائي اللي هيطلع عندي في الارضيه والحيطه لازم هيساووا بعض، لكن اشاراتهم مختلفه. على الشكل اللي رسمينه في الجزء اليمين من السلايد هبص الاقي ان انا في عندي الحيطه، في تحت عند اتصالها بالارضيه في ام فاينل، ده ناتج بعد المومنت ديستريبيوشن. بقدر ان انا طبعا على طول اقوم حاسب الرياكشنز، الرياكشن اللي عند السبورت الفوقاني والرياكشن اللي عند السبورت التحتاني. بحسبهم طبعا من الاتزان، باخد مومنت تحت، انا عارف المومنت اللي الام فاينل اللي طلع لي، عارف اللود بتاع الميه، باخد مومنت عند اتصال الحيطه بالارضيه، بقدر اجيب الار اي سيجما اكس، بقدر اجيب الار بي قيمتها قد ايه. الار اي اللي هو الرياكشن الفوقاني ده بيبقى اللود اللي موجود على الكاميرا العلويه اللي ماسكه الحيطه، والار بي دي بتتحول بعد كده تبقى هي دي التنشن اللي على الارضيه. لما باجي ادرس بقى الرياكشنز اللي على الارضيه ببص الاقي ان انا في عندي لود يونيفورم موجود على الارضيه، عندي ام فاينل شمال وام فاينل يمين بيساووا بعض، وبالتالي ببص الاقي الرياكشن اللي على الارضيه بيبقى على طول دبليو ال على الاثنين، يعني المومنت الشمال واليمين بيساووا بعض، فمش بيأثروا لي على قيمه الرياكشنز اللي في الارضيه. الرياكشن برضو بنفس الفكره، الرياكشن اللي هو موجود في الارضيه ده بيتحول، بيبقى عباره عن تنشن في الحيطه عند اتصال الحيطه بالارضيه، ونفس اللي قلناه برضو في الكانتليفر وول، هقول برضو ان عند نهايه الحيطه من فوق لازم يبقى التنشن اللي في الحيطه بيساوي زيرو، وبقوم انا موصل عامل خط مستقيم ما بين التنشن اللي انا حسبته الدبليو ال على الاثنين والزيرو، وبيبقى هو ده النورمال دايجرام اللي على الحيطه. اللي احنا شرحناه دلوقتي في حل الاكيدكت ده ان انا قدرت اجيب الفاينل مومنت من وان سايكل من مومنت ديستريبيوشن، لان انا استغليت السيمتري، فبالتالي قدرت احل اجيب الحل النهائي بوان سايكل. السيمتري لما استغلتها بقى عندي الاستيفنس بتاعت الارضيه بقت نص اي على ال. طبعا مش دايما ان انا في كل المسائل بتاعتي بقدر احل وان سايكل اجيب الفاينل ريزلت، لكن لو انت كان محتاج تاخد اكتر من سايكل يكفيك قوي انك تعمل اتنين او ثلاثه سايكلز وتوقف، ودي بالنسبه لنا بتعتبر اكيورسي مقبوله جدا. التو دايجرامز اللي احنا شايفينهم في السلايد دي، ده البندنج مومنت دايجرام اللي على الشمال والنورمال فورس دايجرام اللي على اليمين. البندنج مومنت دايجرام انا بدايتي على طول ان انا برسم، بوقع الام فاينل عند الارضيه والحيطه عند اتصالهم، وباجي عند الارضيه بقوم مسقط من او راسم من الام فاينل، منزل منها بارابولا مقدارها دبليو ال سكوير على 8. بالنسبه للحيطه برضو برسم بارابولا برضو اللي هي بتاعت اللود المثلث على الحيطه. وبالتالي عند الارضيه وعند الحيطه بلاقي ان الووتر سايد سيكشن بيبقى هي الام فاينل، هي عند التقاء الارضيه بالحيطه، بينما بيبقى في عندي اير سايد سيكشن في الحيطه تقريبا في الثلث الفوقاني بتاع الحيطه، وبيبقى في عندي في منتصف الارضيه لما بسقط الدبل سكور على 8 بيبقى في عندي برضو بوزيتيف مومنت في نص الارضيه، وده بيبقى اير سايد سيكشن برضو. هنيجي نبص على النورمال فورس دايجرام، بلاقي ان انا الارضيه عليها تنشن والحيطه برضو عليها تنشن. كل القطاعات اللي عندي لما اجي اصممها في الخزان بتبقى اكسنتريك سيكشنز متعرضه للتنشن. لو ارتفاع الحيطه بقى اكتر من 5 متر فيفضل كمان ان انا ما اخليهاش سيمبلي سبورتد من فوق، لكن بخلي الحيطه فيكسد من فوق. الفيكسيشن ده بقدر احققه عن طريق ان انا بعمل كفر للخزان زي ما احنا شايفين في الشكل اللي على الشمال. الشكل اللي على اليمين ده بيوضح اللودز اللي موجوده على الارضيه على الحيطان وعلى الروف. الارضيه طبعا عليها اللود اللي هو وزن الارضيه وزن الميه، الحيطان عليها الهيدروستاتيك بريشر، الروف عليه وزن الروف زائد لو في عندي اي لايف لود موجوده على الروف بتبقى برده داخله معايا في الدبليو روف. طريقه الحل برده ان انا باخد شريحه 1 متر من الاكيدكت في الحاله دهيا،
وبحلها برضو بالمومنت ديستريبيوشن. الحاجة الجديدة اللي احنا محتاجين نتكلم عليها في حل الأكيدكت ده هي طريقة حساب الفيكس اند مومنت. هي دي الحاجة الوحيدة اللي مختلفة عن الأكيدكت اللي احنا حليناه في السلايدز اللي فاتت. طيب بالنسبة للأرضية وبالنسبة للروف، الفيكس اند مومنت هي واحد، هي نفسها برضو دبليو سكوير على 12. الجديد عندنا دلوقتي هي الفيكس اند مومنت اللي على الحيطة. الحيطة فيكست فوق وفيكست تحت وعليها لود مثلث، بلاقي ان الفيكس اند مومنت اللي ناحية الجزء الأكبر من المثلث بتبقى دبليو اتش تربيع على 20، وناحية نهاية المثلث من فوق بتبقى دبليو اتش سكوير على 30. وبحل انا بقى بالمومنت ديستريبيوشن عادي خالص، بحسب الديستريبيوشن فاكتورز، برضو بستغل السيمتري، فاي ممبرز وقع على الاكسس اوف سيمتري تبقى نص اي على الاقل عشان احل نص الشكل. وفي الحاله دي طبعا مش هقدر اجيب الفاينل ريزلت من سايكل واحده، عندي كذا سايكل نتيجه الكاري اوفر اللي هيحصل في الحيطان. وزي ما قلنا قبل كده انا يكفيني جدا اتنين سايكل او ثلاثه سايكل، والحل اللي هيطلع من السايكلز دي احنا بنعتبره مقبول جدا والاكيورسي بتاعته مقبوله جدا. بعد المومنت ديستريبيوشن ما هتخلص هيبقى في عندي انا فاينل مومنت عند اتصال الحيطه بالارضيه وعند اتصال الحيطه بالروف الفوقاني. الفاينل مومنت اللي عند اتصال الحيطه بالارضيه ده انا بسميه ام فاينل 1، وعند اتصال الحيطه بالروف بسميه ام فاينل 2. نفس الكلام برضو هنرجع اللي احنا قلناه في المساله اللي قبل كده، انا لازم برضو بعد ما جبت الفاينل مومنت هبتدي افصل كل ممبر عن التاني وادرس واجيب الرياكشنز. لو جبنا الحيطه هنجيب الرياكشن اللي هو ار اي وار بي. الار اي ده بيتحول اللي هو الرياكشن عند طرف الحيطه العلوي، ده بيبقى عباره عن تنشن بعد كده في الروف. الرياكشن عند طرف الحيطه السفلي ده بيبقى عباره عن تنشن بعد كده في الارضيه. نفس الكلام برضو بعمله في الارضيه، بجيب انا الرياكشنز الشمال واليمين، وده بيتحول بيبقى عبارة عن تنشن في الحيطة. وبالنسبة للروف بجيب الرياكشن في الشمال واليمين، وده بيتحول بيبقى عبارة عن كومبريشن في الحيطة. السلايد دي بتبين لي بقى شكل الفاينل بندنج مومنت دايجرام وشكل النورمال فورس دايجرام. انا في عندي احتمالين للشكل البندنج مومنت دايجرام. الاولاني ده هيحصل لو كان عرض التانك او اللود اللي موجود على الروف عالي نسبيا، والاحتمال الثاني هيحصل العكس بقى لو كان ارتفاع التانك هو الكبير او اللود اللي موجود على الروف ضعيف جدا. الدياجرام بقى اللي موجود على اليمين فده شكل النورمال فورس دياجرام. هبص الاقي ان انا في عندي الروف والارضيه هما الاثنين متعرضين لتنشن اللي هو الار اي والار بي اللي هي الرياكشنز بتاعت الحيطه، وهلاقي ان الحيطه بتبقى في تحت عليها تنشن وفوق عليها كومبريشن اللي هي الرياكشنز اللي جت من الارضيه والروف.